العنف الأسري وحقوق الطفل والجرائم الإلكترونية وزواج القاصرات هي أهم المحاور في الورشة التفاعلية التي أقامتها الأمانة السورية للتنمية في حماة بالتشارك مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية وجمعية البر في المحافظة. الغاية من هذه الفعالية تمكين الأفراد من المستفيدين الإلمام ببعض القضايا المجتمعية الهامة، هي القضايا اللي حنحكي عنها اليوم: العنف الأسري، الجريمة الإلكترونية، حقوق الطفل وفق القانون 21 الصادر العام الماضي، والزواج المبكر أو زواج القاصرات. وحيتضمن حوار مفتوح، وحيكون في أخصائي نفسي وأخصائي قانوني ليكون الشرح والمناقشة أكثر تركيزا. حبينا نشارك بهي الفعالية اللي هي مع الأمانة السورية بمشاركة التنمية الاجتماعية، هي فعالية مجتمعات قوية وحية، الغاية منها أنه نحن نضوي على ظاهرات كتير منتشرة حاليا بالمجتمع، يلي هي ظاهرة الزواج المبكر أو العنف الأسري أو حقوق الطفل أو التحرش الإلكتروني. حابين نغير شوي من نظرة المجتمع، خاصة أنه المجتمع دائما بيقول لك أنه نحن لحالنا ما بنقدر نغير مجتمع، يعني المستفيدات دائما هيك بيحاولوا، فلحنا هون لا، بدنا نضوي على نقطة أنه كل حدا منا إذا بغير نظرته فهذا الشيء كفيل أنه يغير مجتمع كامل. اليوم نحن موجودين معكم الجمعية السورية للتنمية بالتشبيك مع الأمانة السورية وجمعية البر الخيرية بهدف مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورح يكون هو عن توعية الحضور من الناحية الاجتماعية ومن الناحية النفسية ومن الناحية الطبية. الورشة اعتمدت على تقسيم المشاركين إلى مجموعات وطرح قصص وأسئلة تفاعلية ومناقشة الجمهور ووضع الحلول المناسبة لكل حالة. انشاركت فيها مشان استفاد كتير، ويعني عم استفاد كتير منها، وحضرت جلسات توعية كتير استفدت منها، وبالأخص أنه عن جرم الإلكتروني وعن الزواج المبكر وعن الابتزاز والجرائم الإلكترونية وهالقصص، يعني كتير استفدت منها وتوعيت أكتر وصرت واعي الناس اللي حوالي. شاركت بهاي الورشة لحتى أكتسب خبرات كتيرة حول الجرائم الإلكترونية المنتشرة هلأ بهالوقت كتير، وحتى أعرف سلبيات الزواج المبكر والعنف ضد المرأة وحقوق المرأة، وبالتالي أنه كانت ورشة غاية في التوعية والروعة، وكتير اكتسبت يعني خبرات وطورت مهاراتي ومعارفي. تقديم الدعم النفسي للأهالي وطرح المشكلات المجتمعية وإيجاد الحلول لها كان هدف الورشة، من خلال تسليط الضوء على تجارب واقعية والحلول التي قدمت بهدف المساعدة. توعية المجتمعات من الناحية القانونية والنفسية والاجتماعية يساهم بشكل كبير بالوصول إلى مجتمع خال من العنف الأسري، ويخلق جيلا واعيا لحقوقه الاجتماعية. حسام الشبل، الإخبارية السورية، مدينة حماة.